معروضات يدوية مختلفة، منتجات من الصوف، مشغولات للأعياد من الحلويات، السيراميك والموزايك وغيرها اجتمعوا على أكثر من 10 طاولات بقاعة بكنيسة اللاتين بباب توما. شاركنا ببازار بمناسبة عيد الميلاد. شغلنا هو نعمل شوكولا على إيدنا بالإضافة لحلويات العيد، وكل شيء فيه خشبيات هو شغل إيدنا، يعني شهر وأكثر، يعني كتير بياخد وقت خصوصا بهاي الظروف، كتير كان بده وقت وتحضير، بس الحمد لله كان كله تمام. أنا مشتغلة بالسيراميك، أنا ومجموعة من رفقاتي، نحن بنعرف بعض من زمان وعم نشتغل سوا، مشتغلين عجينة السيراميك، زينة للشجرة بسيطة. هلأ حبيت أعمل نجوم بابا نويل، هدول شو اسمه، إنه بابا نويل هو رمز لعيد الميلاد تقريبا، وعملت مغارات ويعني أكثر القصص لبابا نويل وجراس بابا نويل. أنا من 3 سنين بشارك بهذا البازار، ودائماً بهالمشاركة منحس بالعيد أكثر، وهيك منحس بالبهجة، يعني إنه بيجوا العالم وبنحكي معهم، غير إنه منبيع إنه بيكون في جو حلو ومحبة بيناتنا كلنا. هلأ أنا مشاركة بهدايا، أنا مصممة فبصمم هيك بأفكار مميزة وبطبعن على هدايا. نحن مشتركين هون في طاولة الموزايك، شغل والدي إبراهيم سليمان، وفي شغل صديقتنا يدوي، شغل شجر العيد الميلاد الكريسماس وسنوبر، شجر سنوبر واللحشات كله شغل إيد، وتنعاد عليكم جميعا. من 14 سيدة مشاركة قدموا أعمال منتجات شعبية ومحلية الصنع، مشغولة بالمحبة احتفالا بعيد الميلاد وبهدف تشجيع أعمال الخير ودعم الجمعيات الخيرية للفقراء ونشر الفرح بهالفترة.